الحمد لله على السلامة. رجعت بدري يعني النهاردة؟ تعبانة بس شوية، النبي عرفت بس لما تيجي تنام بقفل الأباجور. طيب قلت ايه في حكاية البرنامج اللي مش عايز يخلص ده؟ ولا ناوي تعتزلي؟ اعتزل؟ اه، ما هو واضح انك مش فاضية اهو. معلش يا رفعت، بس اديني اسبوع لان انا حاسة ان انا مش مظبوطة وتعبانة جدا، محتاجة اعمل تشيك اب. خلاص نامي طالما تعبانة قوي كده. صباح على خير. انت من اهله؟ ما تروحيش يا تغريد، ما تروحيش. انت عارفة البنت اللي اسمها رابية دي اساسا ما بتحبكيش. البنت دي عايزة توقعك في مشكلة. بص يا تغريد، من الآخر اعملي تليفونك على السايلن. عارف الطيارة؟ اعملي طيارة بقى ونفضي للموضوع. ما أنا لو ما روحتش هبقى متهم. طب ما تشرح لي إيه اللي حصل علشان أعرف أرد. أنا قلتلك ما تروحيش يا تغريد، قلبي عليكي صدقيني. بص يا تغريد، يعني لو حصل في الظروف ظروف وحصل اي حاجة وحد جه او سأل، اعملي نفسك متعرفيش حاجة. الموضوع ده براكي. ازاي يعني؟ في هتشهد عليا وعليك وهتحط نفسك وتحطني في مشكلة منيلة. انت كده بقى بتغردي كتير يا تغريد وعايزة تهري في المحكي، وانا ما عنديش اي طاقة للي انت بترغي فيه ده دلوقتي. بص يا تغريد، انت حرة في اللي انت عايزة تعمليه اعمليه يا ماما. بصي هقولك على حاجة، سلامة تغريد، سلام. يا نرزقي عربي عربي. لا للأسف تنتظيم ما تعرفش هو فين. لا قالت لي ما جاش البيت لحد دلوقتي. انت بس يا نشأت لو تقولي مازن ده عمل ايه وانا هتصرف. ده انا مش عارف ليه المصايب كده بتتحدف عليا. مازن باشا، باشا يا عربي، في يا عربي؟ خلاص بس الميعاد خلص وفينش بقى. انا قفل. بس أنا مش فينش عربي، أنا مش خلاص صراحة كده بقى عربي. أنا مش هينفع أروح، فأنا بات هنا وأنت هات بيرة تاني عربي. لا بص هقول لك على حاجة، في أوتيل جنبنا هنا على قول الناصر بينزل بيرة حلوة. آه أوتيل، أنت كده بقى عربي الصح. وانت عشان عربي الصح انا هعمل معاك الصح عربي. قدامينك يا باشا، خد عربي دلع نفسك. انا هغير بقى بسرعه واجيلك. روح عربي. ايه ده؟ ايه كل ده؟ تغريد، تغريد، تغريد. أمي، أمي. لا بقى تغور تغريد. أمي يا عم، أيوة يا أمي، لقيتك متصلة 50-60 ألف مرة، هو في ايه؟ لا لا ما تخافيش، أنا زي الفل، صدقيني ده أنا زي الفل والفل زي حبة شكليات وهتخلص ما تقلقيش. بس بصي يا أم عشان خاطري بس، أي حد يسأل عليا، أي حد إن كان